فيوم الجمعه يوم عظيم مبارك، هو سيد الايام، هو عيد المسلمين. الله سبحانه وتعالى وزع ايام الاسبوع على الانبياء كاعياد، فيوم الجمعه هو عيد المسلمين، ويوم السبت هو عيد موسى عليه السلام، ويوم الاحد هو عيد سيدنا عيسى عليه السلام، ويوم الاثنين هو عيد سيدنا داود عليه السلام، ويوم الثلاثاء هو عيد سيدنا سليمان عليه السلام، ويوم الأربعاء هو عيد سيدنا أيوب عليه السلام حيث شفاه الله في يوم الأربعاء، ويوم الخميس هو يوم آدم عليه السلام، عيد آدم عليه السلام. إذن فهو يوم عظيم مبارك يهنئ الناس فيه بعضهم بعضا، ونكثر فيه من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث الصحيح: يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها، مش عارفين سكة الجنة، فيقولون: يا رسول الله، ولماذا يخطئون الطريق إلى الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء في الدنيا كان يذكر اسمي أمامهم ولم يصلوا عليه. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.